بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي هناخد حاجتين نفس المثال ده، احنا ممكن اخر حاجة احنا عملناها احنا ممكن نغير في حاجة بسيطة جدا، نستغنى عن الجيسون، لان الريكوست طبعا موديول مختلف عن الجيسون، ولذلك في بعض الحاجات اللي ممكن ترابلس الجيسون وهكذا بالعكس. يعني عايز اقول احنا استخدمنا الجيسون هنا عشان يعمل لنا عملية، انا هعمل اكزامبل 50 عشان يعمل لنا عملية جاست، بس عملية اللودز اللي هي بتحول إلى ما يفهمه يعني البايثون. ولذلك احنا عندنا برضو جوه، يعني ممكن نقول لا احنا مش هنستخدم حاجة من الجيسون دي خالص، ولذلك جيسون دوت لود مش عايزينها، لكن في عندنا ريسبونس دوت جيسون. ريسبونس دوت جيسون هي بتفكه اوتوماتيك إلى الإيه؟ الى الريسبونس المعروف بتاعنا. تمام، يعني لو جينا جربنا كده جابت لي ديتا عادي جدا، وقدر يفهم الاوبجكت بتاعنا ومفيش اي مشكله، بدا اسلوب اخر خلاص من غير استخدام الجيسون خالص. ده الجزء الاول. الجزء الثاني، يلا كويس جدا، عايزين نبدا نخش في تفاصيل اكتر، عايزين نقدر نعمل اي بي اي بس جيت وان يوزر، يعني طبقا للبارامتر. يعني فانا لو رحت هنا، احنا كنا عملنا الجيت اللي هي بتاعتنا دي على كله، فهقول له كرييت نيو موك اي بي اي بقى. حلو جدا. هسميها برضو زي ما احنا كنا مسميين امبلويز، بس امبلويز سلاش، بتاعت امبلويز دوت جيسون. هنا اقول امبلويز سلاش، وهنا المفروض يبقى رقم الموظف، يعني مثلا بعمل كولون وبقول له اي دي. دي بقى معناها ايه؟ الامبلوي اي دي، لما ابعت واحد يبقى اكنه واحد دوت جيسون، اثنين دوت جيسون، ثلاثه دوت جيسون كده. يعني طبعا هي مش تفرق كتير يعني، بس يعني وليكن هو ده اليو ار ال بتاعي او اليو ار اي بتاعي بيجي كده يعني. فقلت له ايه؟ هجيت امبلويز وابعت لك الاي دي. حلو. السكيما بتاعتي ما اسمهاش يوزرز، احنا قلنا السكيما بتاعتك كان اسمها كامباني، صح؟ ولذلك هكتب له ايه؟ كامباني. وطبعا اكيد في الاخر هيجنريت ليا 1 ايه 1 يوزر، بس مش اكتر من كده. لكن انا ممكن العب ان اليوزر لازم يبعت نفس الاي دي اللي اتبعت لي، يعني انا المفروض ان هو يجنريت. طبعا هنا كباك اند هي مش فارقه معانا احنا ك يعني، لكن انا بس بظبطها ان المفترض يحصل ايه. هعمل فاريبل اسمه ريكورد مثلا، واقول ريكورد ده بيساوي، هقول له بيساوي ايه، هقول له جنريت واحد، فكده هيجنريت ريكورد من نفس السكيما بتاعت كامباني، ويحط لك جوه مين؟ جوه الريكورد. اصبح الريكورد ده معايا موجود. انا كل اللي هعمله اقول له الريكورد في الفيلد اللي اسمه اي دي، خلاص في الفيلد اسمه اي دي. انا عايزك بس تاخد البارامتر اللي اتبعت لك ده، البارامترز اللي اتبعت لك ده، اللي هو بنسميه احنا بنسميه بارامز اوف اي دي. فكده هو هياخد الاي دي اللي انا هبعته. انا كده كده اما اجي هبعته ان شاء الله، هبعته فين؟ هبعته هنا اهو في البارامز. زي ما كنت بعت الكي كذا، هبعت الاي دي كذا. يبقى كده انا هقول له الاي دي، روح هات الاي دي. طبعا لو عايز احوله الى رقم، فهنا بقول له دوت تو اندر سكور اي. دي حاجات بسيطه كده جدا في السايت، يعني في السكريبت بتاع السايت. على العموم ريكورد اي دي خلاص، اللي هو هيجنريت واحد باي ارقام طبعا وباي حاجه. انا بس هرجع وقايل له الاي دي اللي كان موجود، غيره لي، خلوه لي نفس الاي دي اللي انا بعته، بحيث ان انا احس ان الدنيا ايه، الدنيا ماشيه مظبوط، ومش هجنريت بقى 1 في الاخر، لا هقول له في الاخر رجع لي الريكورد اللي احنا ظبطناه ده بقى. يبقى انا قلت له ايه؟ جنريت واحد، حطيته جوه الريكورد، غيرت الاي دي بتاعه نفس الاي دي اللي اتبعت لي وقلت له رجعه. طبعا ده اي كلام كده يعني، سكريبت بسيط نجرب منه بس فكره الاي بي اي وترد صح ولا مش صح، عشان اعرف اتست الشغل بتاعي من اللي اسمه دوت من البايثون يعني. لكن لو احنا هنبدي بقى سكريبت حقيقي بقى، ونربط مع داتابيز واف والس واعمل كذا وير كذا اعمل كده، دي قصه ثانيه ككريت للايه، للريست فول اي بي اي ان شاء الله نبقى ناخدها. لكن انا كده خلاص كريت الاي بي اي بتاعتي بقت موجوده بالشكل ده. نكتب السكريبت بقى ان شاء الله يشتغل وينادي عليها في فيديو ثاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.